والسماء ذات الرجع. بينما كان علماء الفيزياء الكونية وجملة من العلوم الأخرى منكبين في ثلاثينيات القرن العشرين على دراسة مكونات النطاق المغناطيسي المحيط بالأرض، برز تساؤل عن الكيفية التي يعمل بها هذا الدرع السماوي لحفظ الكوكب. وجد العلماء أن الدرع ينشط بفضل التفاعل الطبيعي بين النطاق المغناطيسي للأرض ومجالها المغناطيسي الممتد عبرها في اتجاه الشمال. السماء هنا كما حددها الفيزيائيون هي النطاق الكهرومغناطيسي الذي يرجع عن الأرض الأشعة الكونية الضارة والأجسام المهددة للحياة إلى الفضاء الخارجي في الوقت الذي يرجع فيه للأرض داخل ما يعرف بنطاق الطقس أو نطاق الرجع مياه المحيطات والأنهار المتبخرة، لتبدأ دورة الماء على كوكبنا في شكل سحب متكاثفة مطيرة بالماء والبرد والثلج، فتعود إلى المحيطات والأنهار ليظل مصدر حياة الأرض متوفرا داخل غلافها الجوي. كما يشبه الغلاف الجوي الأرضي مرآة عاكسة للحرارة، فينشط كدرع واق من حرارة الشمس في النهار، بينما يوفر غطاء حافظا بالليل يرجع حرارة الأرض المختزنة خلال النهار ويمنعها من التشتت. ولو اختل هذا التوازن لاستحالت الحياة على الأرض، وهذا العلم كله من منجزات القرن العشرين.